واختلفوا في علي وعثمان أيهما أفضل، فقوم فضلوا عثمان وقوم فضلوا عليا وقوم توقفوا. هذا في التفضيل. أما في الخلافة فالأمة مجمعة على أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان، هذا بالإجماع، ثم لعلي. ففي الخلافة هذا هو الترتيب. ومن طعن فيه، قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، ومن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ففي فرق بين مسألة التفضيل ومسألة الخلافة. مسألة التفضيل كما سمعتم أجمعوا على أن الأفضل أبو بكر ثم عمر، واختلفوا في علي وعثمان رضي الله عنهما أيهما أفضل، والصحيح أن عثمان أفضل، هذا هو الصحيح. لكن نظرا لوجود الخلاف يذكر الخلاف، وإلا لا شك أن الأصح أن عثمان رضي الله عنه أفضل، بدليل أن الصحابة قدموه لما أصحاب الشورى قدموا عثمان على علي، اختاروه للخلافة. ومسألة التفضيل أمرها سهل، لكن الطعن في الخلافة هذا ضلال.